استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله في قصره بالرياض دوله رئيس وزراء جمهوريه باكستان الاسلاميه محمد نواز شريف. وفي بدايه الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين بدوله رئيس وزراء باكستان ومرافقيه في المملكه وعبر دولته من جانب عن سعادته بزياره المملكه ولقائه خادم الحرمين الشريفين. بعد ذلك صافح دولة رئيس وزراء باكستان اصحاب السمو الامراء والمعالي الوزراء وقاده القطاعات العسكريه وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مادبة غدا تكريما لرئيس وزراء باكستان حضر الاستقبال والمأدبه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امير منطقه الرياض وصاحب السمو الامير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزاره الخارجيه للعلاقات متعدده الاطراف وصاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدوله عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب <applause> السمو الامير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الامير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الامير احمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز. وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز هذا وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله في قصره بالرياض اليوم اجتماعا مع دوله رئيس وزراء جمهوريه باكستان الاسلاميه محمد نواس شريف وجرى خلال الاجتماع بحث اوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومناقشه تطورات الاحداث على الساحتين الاقليميه والدوليه. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امير منطقه الرياض، وصاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدوله عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق ومعالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف ومعالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ومعالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن احمد الجبير كما حضره من الجانب الباكستاني الوفد المرافق لرئيس الوزراء.